نظافة الأبدان، يعني اليدين، الوجه، الشكل، نظافة الملابس، نظافة الكتب، نظافة الجنطة مالتك، نظافة الرحلة. وين ما تكونون لازم المكان يكون شنو؟ نظيف. تمام؟ إذا شكلكم وإذا شعركم تمام؟ زين. عندنا هنا اليوم النظافة. شو تقول محفوظة النظافة؟ أليست النظافة علامة الظرافة؟ فالولد النظيف منظره لطيف، فكلنا نكرمه ودائما نقدمه، يحبه الأصحاب والأهل والأغراب، فكن نظيفا دائما تحيا سعيدا ناعما، نظافة الأبدان حقا من الإيمان. تمام؟ نعم. هاي عندنا هذا اليوم طالب، شوفوا شكله يبدل. وين يريد يروح؟ للمدرسة. نحط جنطته. زين، احنا من نجي للمدرسة نجي هيجي يعني مهووسين، شعرنا يعني مخربط، ولا نجي نظيفين ومرتبين؟ نظيفين ومرتبين. عافية. هو من اليوم مرفوض بال المراية يعدل شكله. خوش. فهاي يعني الهندام مالته من يكون مرتب وحلو يعني هذا مبين عليه شنو؟ نظيف. تمام؟ زين. هسه اليوم عندنا من يقوم يقرانا اياها؟ يا شطور يا شطورة. يلا. مكاني لا نعم مكان. صوت عالي. النظافة أليست النظافة علامة الظرافة؟ فالولد نظيف منظره لطيف، فكل نظام مكرمه ودائما نقدمه، يحبه الأصحاب والأهل والأغراب، فكن نظيفا دائما تحيا سعيدا ناعما، النظافة الأبدان حقا من الإيمان. عافية صبولة. بعد من يقوم يقرأ لنا إياها؟ يلا. النظافة أليست علامة الظرافة؟ فالولد النظيف منظره لطيف، فكلنا نحبه ودائما نكرمه، يحبه الأصحاب والأهل والأغراب، فكن نظيفا دائما تحيا سعيدا ناعما، نظافة الأبدان حقا من الحق. عافية صبولة. بعد من يقوم يقرأ لنا إياها؟ يلا. النظافة أليست النظافة علامة الظرافة؟ فالولد النظيف منظره لطيف، فكلنا نكرمه ودائما نقدمه، يحبه الأصحاب والأهل والأغراب، فكن نظيفا دائما تحيا سعيدا ناعما، نظافة الأبدان حقا من الإيمان. عافية صبونا. بعد من يقوم يقراها؟ يلا. فالولد النظيف منظره لطيف، فكلنا نكرمه ودائما نقدمه، يحبه الأصحاب والأهل والأغراب، فكن نظيفا دائما تحيا سعيدا ناعما، نظافة الأبدان حقا من الإيمان. عافية صبولها.